10 و10 ومش 20، لو زودنا 50 يبقوا 11. انا علم علوم. لا انا علم علوم يعني. ماشي، ما بتاخد فيزياء عادي. لا ماليش دعوه بيها. والله علم علوم عامه مالهاش علاقه، ولا علم علوم ولا علم رياضه. تمام. ولا ادبي حتى. انت طلعيني بره الرياضه خالص عشان ماليش دعوه بيها اصلا. مش رياضه. لا ما انت بتقول 10 و10 مش 20. طب ما في الرياضه 10 و10 20. انا بقول لك 10 و10 مش 20، يبقى مش في الرياضه. ما هو برضو انا ماليش دعوه بالارقام، طلعينا منها. مش ارقام، لسه مش عايز اخد فيزياء. مش ارقام والله، بقول لك 10 و10. امال ايه؟ يعني 10 و10 مش ارقام؟ امال ايه؟ انا عايز اعرف منك انت. بس انا فاهمك على حاجه، انا ماليش دعوه بالارقام، ماليش دعوه، مش عايز رياضه اصلا. انا مش رياضه والله، ما رياضه. انا علم، انا حولت علم علوم عشان كده، عشان ما حدش يسالني فيها. عشرة وعشرة ومش عشرين، ولو زودنا عليهم 50 يبقوا 11. هو ايه ده بقى؟ 10 و10 يبقوا مش 20، وزودنا عليهم 50 ادي 10 على 10 يبقى دي كده 150. عشرة وعشرة مش 20، زودنا عليهم 50 يبقى 11، هنقسم 10 على 10 نقسم منهم 40. ما دلوقتي لو احنا قلنا 10 على 10 تبقى 1، هننزل من 50 ل 40 صح؟ ها؟ هيفضل 10. ليه ننزل، ليه ننزل 40؟ ما عشان هيفضل 10 وواحد، او 10 على 10 فيها الواحد، يبقى ال 10 والواحد هيبقى 11. هي غلط. بس انت جبت الواحد منين؟ ما احنا قسمنا 10 على 10. طب ليه؟ ما عشان نطلع الواحد، ولما نطلع الواحد هنناقص من 50 40، لما نقسم 50 40 هيفضل 10. طب ما هي 10 و10 هنزود عليها 50 بس. هنزود على 10 على 10 ال 10 هنزود عليهم 50، يعني مش هينفع ناقص 40. فكر بقى برو يا اخي، الشعب المصري مش حد مساعد، سهل يا اخي مجاوب يعني مساعد. لا السؤال دي في اسئله ثانيه. 10 و10 ومش 20، تمام، ولو زودنا عليهم 50 يبقوا 11. ازاي؟ اللي هو ازاي؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ 10 و10 مش 20، زودنا عليهم كم؟ 15؟ لا صعبة دي. 10 و10 ومش 20، لا مش 20، استنى ما اخلص. لو زودنا عليهم 50 يبقوا 11. 10 و10 و20 مش 20. 10 و10 مش 20، زودنا عليهم ايه؟ 50 يبقوا 11. 10 و10 مش 20، هم 50 زي ما زودنا عليهم 50 يبقى 11. ازاي دي؟ انا اشوف السؤال غير ده، ما اعرفوش. فكر، انا بقول لك 10 و10 لا مش 20، ما هي 10 و10 10 و10 مش 20. ماشي، حط عليهم 50 يبقى 11 20. 10 10 10 10. لا لا شوف السؤال غلط. 10 و10 ابوك هيجيبها يا ثالثه. 10 10 20 لا مش 20، 10 و10 بس. اه 10 و10 بس. 50 11 يبقى 11. 10 10 كام تاني؟ انت داخل علم علوم ولا علم رياضه ولا علم ادب يا ابني؟ ما هو يبقى يبقى 11. ما بقول 11 اهو. لا ماشي 11. هو ايه ده بقى؟ ما انا ما اعرفوش العدد. يا عم شوف. طب ماشي. هسألك سؤال تاني. كيلو الحديد اتقل ولا كيلو القطن؟ 2 و1. ما ده كيلو وده كيلو. عشرة
مش عارف هو السؤال ده واد ان هي بعيد بس مش عارف ايه نفسه. حتى يجي سؤال شيء قولها تاني. 10 10 و10 مش 20. الحوار كله 12. 10 و10 مش 20. زودنا عليهم 50 يبقى 11. هو زي المرة انت جاي حافظ السؤال دي بس؟ 10 و10 ومش 20. لو زودنا عليهم 50 يبقى 11. ماشي 10 زائد 10 مش 20. هو مش زائد. 10 و10 مش 20؟ ماشي مع 10 هنقسمها على 10 يبقى فيها لوح. ما احنا نقول من الاخر 10 على 10 على 10 على 10 يبقى فيها لوح. صح؟ ماشي هننقص ال 40 من 50 هيبقى 10. ماشي ليه بتقول 40؟ مش انت عايزه تطلعيهم 11؟ ما انا بنقص لك. ما انت مش هتلخبطينا برضه من غير ما نطلع ولا ننقص ولا نزود. هي 10 و10 هنزود عليها 11. اه 10 و10 يبقى انت بتتكلمي على الساعة. صح؟ بتتكلمي على الساعة بس خلاص كده يبقى هي انحلت خلاص. ساعة ايه بقى؟ ما هي الساعة هتبقى الساعة 11. ما هو بص انت بتقولي 50 دقيقة و10 و10 كم؟ كم؟ انا عندي حليله والله من غير ما هو يقول. استنى قول لي يا حمزة اشرح لي بقى. ما نعرفش الساعة انما بعد الساعة بقى. ماشي عرفت ولا حد قال لك؟ لا والله ما حد قال لي. قول بقى اشرح لي. ماشي 10 ساعات و10 ساعات؟ يبقى انت حد قال لك. لا والله عايزين ما حد قال لي. والله ما هو 10 و10 20. في الساعة في الساعة؟ في الساعة مش هيبقوا 20. في الساعة هتبقى 12 ساعة هيبقوا 8 ساعات. 8